السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي خواتاتي، توحشتكم بزاف وجيت اليوم باش نشارك معكم بعض المشتريات واعطوني رأيكم، ورأيكم بيهمني كتير في الذوق ديالكم في كل حاجة اللي تنحاول نشاركها معكم ولو غير طريقة بسيطة. اذا حاولت نوريكم بلاك فرايدي اشنو شريت. عندي هنايا تو باك فوق تتشوفوا النوع ديال الشركه اللي خديت منها الكورس، عندها 30% اوف و 50% اوف، وداك 30% اللي تعطوك ديال باش تصرفي ملي تشري واحد المقدار تعطوك واحد 30 باش تصرفيها. انا خديت شي حاجه من هاد السلحام، خديته من مارشوز كما تتعرفوا، عجبني تماك حتى هما عندهم واحد جود برايس، يعني عندهم ثمن زوين وتخفيضات تيكون، وسيرتو هاد الايام ديال بلاك فرايدي. انا غادي نجي ندوي لكم، انا عمري ما تنمشي في البلاك فرايدي او تنمشي في المناسبات اللي تيكون فيها زحام، يعني طول السنه تيكون تخفيضات داك 25% 30%، مهم على حسب التخفيض. على كل حال انا غادي تعجبني هاد السلاحم هادو، وسخيخنين البرد جاي دابا ونهار اثنين غدا غيكون الجو ماشي تال تماك داكشي تيقولوا في الاخبار. المهم هذا هو سليهم، يلا كيف خديتو ماشي بزاف بقى فيه التيكيتا ديالو. بغيت نوريكم بعض المشتريات اللي شريت من كولز. الكولز حتى كاينين بزاف ديال الشركات اللي تبيعوا، و ميسيز كولز مارشلز سير كاين بزاف ديال. المهم انا اغلبيه خديت البيجامات، البيجامات كما تشوفوا هذا النوع ديال البيجامات جميلة جدا، عجبوني وسخيخنين وسيزنين. دابا هذا هو الوقت ديالو، هنا خصنا البرد جاي وغادي يجي السنو وغادي يجي الثلوج وغايجي داكشي. على كل حال حاولت نشارككم بعض البيجامات كما تشوفوا البيجاما، و طبيعة الحال ولكم واسع النظر تقولوا لي الذوق ديالكم في لاكولوغ وفي كل شيء. وكما تشوفوا عجبتني لاكولوغ، انني انا حتى انا يعني مرأة او بنت، البنت دايما تعجبها لي غوز، انا من صغري ولا تعجبني لي غوز. دونك خديت البانطوفات كما تعرفوا دائما تيجي الوقت باش نلبسها في الدار، هكا غير تمشى فيها في الدار. زوينين والثمن ديالهم مناسب جدا مناسب، وهذا الشيء تياخذوا لك اوف، يعني تياخذوا لك كاين الاوف كما تشوفوا. ها انتما كما تشوفوا الاثمنه ديالها، ولكن راها خديتها بثمن مناسب، خديتها بثمن مناسب. البيجامات راه حتى هما خديتهم بثمن جد مناسب مناسب مناسب، هادشي كله تياخذوا لك اوف. المهم خديت شي حوايج هكا للخدمه من تحت التوني ديال الخدمه بحال هادو، ما غاليينش كاع بزاف، ما غاليينش يمكن شي 6 دولار بحال هكا. نوريكم خديت ثاني حاجه لو سبور، شي حاجه من تحت لو سبور، هادي يعني هادي سبور تا هو ماشي غالي، 7 دولار، ودايرين فيها اوف. هادي اللي تتكون فيها داك التيكيت تتكون بالرخاء، ولكن اديداس في الكورس دايرين اديداس، دايرين للحوايج ديال الرياضه دايرين هما السيل ديال اديداس ماشي الكولز، يعني هما حاطين شركه في شركه وهما اللي دايرين الاوف ديالهم. ولا خديتو ب50 دولار وشي حاجه، ب50 دولار، ولكن نقصوا لي شي حاجه. هادو اديداس، اديداس هما اللي تينقصوا. دونك الاديداس توني ديال اديداس
ديال السبور كما تشوفوا، هذا بوحديته الثمن ديالو كما تشوفوا التيكيت ديالو، حتى هو بوحديته هذا التيكيت ديالو. حتى هو بشي 50 دولار، 50 دولار الواحد، ولكن قطعوا لي، قطعوا لي من هاد شحال ديال بوحدها، واخا في الكولس الثمن ديال هاد الاديداس بوحديته ثمنه بوحديته. هذا مكان عجبني واحد الباك الخدمه، ملي نكون خدامه تتعبوا عندي الخدمه، خصي يكون عندي كاع الدوزان ديالي، التليفون، الساك فو الساك، وثمن ديالو مناسب، لقيتو بالسيل و تشارجو عليا، لقيتو بالسيل يعني 25 $29 في هاد التيكيتا، ما تنقصوش ليك اوف، هادو تيكون هذا هو الثمن ديالو. دونك اذا هذا الشيء باقي ديالو، باقي يعني باقي كما تشوفوا، باقي بداك الشيء اللي تيعطيوك، وانا بغيت نوريكم الداخل. وكما تشوفوا شحال واسع مزيان، يهز لكم كاع الماتريال ملي تكونوا خدامين، تهزوا كاع الاغراض ديالكم فيها، فيه ثلاثه ديال الجهات، فيه الاولى والثانيه كما تشوفوا، فيه حتى الاولى، وفيها الجياب هنايا اكيد، وفيها الوسطانيه هنا، وفيها هذا الثالثه، وهذا الثالثة فيها هذا الجيب هذا كما تشوفوه صغير، تا هو تحطوا فيه، يعني سويك ديال الخدمة، ثمن مناسب، واللي تبدلوا به الأنواع ديال السكان ديالكم، وبالخصوص دابا ما تمشيو فين، ما تخرجوا فين، يعني لما مشيتي ريستورو أو كافي، يعني أولا تقديتي التقديات ديالك، درتي لي كورس أو الشوبينغ ديال الحوايج أولا شي حاجة. أنا دابا بغيت نوريكم غير بعض المشتريات ديال البيجامات والتوني والساك، وبيجامة الثانية، هذه الثانية كما تشوفوا فيها بيجامات هي عجبتني، وهادو رخاصين البنات اللي مشاو دابا، راه تيدوزو تيعطيوهم في الديور ديالهم التيكيت باش يعلموهم بالله، راه في الكورس كاين سيل، وكاين 30% وكاين 25% باش يشريو الوقت، السيزنين، السيزنين الوقت دابا ديال الشراء، اللي باغي يصيفط الحوايج للمغرب لخوتو يفرحهم، يعني كاين وتاخذوهم جدادين بثمن مناسب جدا، اللي بتيصيفط الكولي بحالي انا تنصيفط لخويا مرة تنفكروا بالحويجات، تنشريو هاد البيجامات سخيخنين بزاف، وهذا ما كان سخيخنين وتعجبوني من هاد النوع ديال البيجامات، وهذا الشيء اللي شريت لي انا، يا خديت لي واحد الهاند كريم، هذا ديال جنسون كوكو باتر، اللي سموث وموسترايزر وديال هانز، يعني هذا ديال ترطيب اليدين، مصنوع من الكوكو ديال باتر، ومزيان وثمنه مناسب، مناسب تقام عليا يمكن بشي 4 دولار بتخفيض بحال هكا، وترطب اليدين وزبين ومزيان، ديروا الكريم اليدين مع، انا فيها السكر تنشف ليا بعض المرات يديا، تخصني شي حاجه الموسترايزر للترطيب وتنعيم. دونك خديت واحد تريكو اللي هو غادي نلبسو مع هذا، شفتي لا كولور ديالو جات اسورتي مع هذا كما تشوفوا، هذا الجانب ديالو في هذا الصفر، واختاريت هذا لا كولور، هذا التريكو هذا كما تشوفوا، هذا تيجي مع هذا، غايجي مع هذا، وحتى هذا كولور تيجي مع هذا، اولا داك التريكو الاخر صفر
تيجي حتى مع هذا، خصك واحد التريكو مغلوق تيجي مع شي حاجه كحله بحال هكا. دونك اذا كما تتشوفوا جا مع اسورتي، ولا دابا انا تنحط لكم هذا مع هذا. هادشي اللي بغيت نقول لكم، والتخفيضات كاينين موجودين بزاف. انا درت فيو شوبينغ الخويا، وهادشي اللي بغيت نقول لكم انني درت ليا غير انا شي حاجه خفيفه دابا، يعني بقوه شري بزاف، وحتى خصني نشري شي حاجه اللي نستعملها. دونك خديت حوايج الرياضه، انني خصني نخرج نطريد. ممبرشيب اللي كان عندي في لاصال وقفته، اي فروزت فور 6 مونث، يعني وقفته على مده 6 شهور. ما قديتش نجريو بالماسك. دونك ميت يكون عندي جوج ديال ساندي، جوج ديال الاحد خدامه، واحد الاحد بحال اليوم في الصباح بكري تنوض نجري، الا كان الجو زوين تنوض نجري في البارك، ولا قبل ما نمشي للخدمه تنقدر نضرب امتي تور في الحومه ديالي نجري، باش على الاقل نخفف شي شويه حيت لاصال مهم، وعندي الحديد في الدار تنحاول نلعب شويه. انني انا ما عرفتش شنو وقع لي، عندي واحد لا مالادي باقي ما فهمتهاش. انني درت الاكس راي، درت الاشعات، ما بان لهم حتى شي حاجه، ولكن تبداو يضروني هاد العروق هادو، تيصبحو مكمشين بحال هكا، تنحس بهم انا تيحرقوني، لكن تنقدر نحلهم. وهنا هاد العظم تيضرني، كما قلت لكم كنت سحاب لي واش ضربت راسي خرجوا ولا شيء، لكن باقا انا غادي نرجع عند الطبيب مع هاد العيد. كلشي مسدود دابا، باقي الغونديفو ديالو عطاه ليا شويه بعيد. هذا اللي بغيت نشارككم، تنتمنى نكون خفيفه وظريفه عليكم في المشتريات ديالي. البنات اللي معايا في امريكا طبيعه الحال عارفين السيل مفتوحه، مفتوحه في المواعن، مفتوحه في كل شيء. الله يقوي الخير، الله يبعد علينا هذا الوباء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله تنتمنى شي نوبه نهضر لكم على هذا الكتب اللي عندي هنايا، مجموعه ديال الكتب، وبغيت نناقشكم في الكتاب ديال محمد شكري. وصل لي الكتاب ديالو ديال السر الذاتيه، وكتاب اخر ان شاء الله تنتمنى نهضر معكم نناقشكم ان شاء الله في مواضيع اخرى. شكرا، ان غون بيزو لي في. او شفتوا البنات الغزالات كي تيجي اسورتي هذا مع هذا، وخديته من ماشورز كما قلت لكم، وغير ب 15 دولار، يعني ب 14 دولار 99، حتى هو كان عندهم سيل ماشورز ديال هذا السليهم، عجبني بزاف، و لا كولور ديالو زوينه كما قلت لكم. وتنتمناكم تبعوني من الاول حتى الاخر في هذا الفيديو، نشوفوا واش وصلكم ولا لا، باش تعطيوني رايكم واش عجبكم لا كولور ولا لا. هانتوما ولينا في المعرض الازياء. سلام، سلامه.